بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والمملوك ونحو ذلك. باب في حقوق المسلم، يعني في حقوق المسلم على المسلم، والرحم والجوار والمملوك كذلك. قال: فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وجميع هذا منقول في الآثار، أي قد جاءت الأدلة به. تسلم عليه إذا لقيته، تجيبه إذا دعاك، تشمته إذا عطس، تعوده إذا مرض، تشهد جنازته إذا مات، تبر قسمه، يعني إن أقسم عليك أن تفعل شيئا، وتنصح له إذا استنصحك، أي طلب منك النصيحة، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، يعني في غيابه، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وهذه في الحقيقة حقوق عظيمة رسخها الإسلام في أتباعه، أو أمر بها الإسلام أن تكون في أتباعه. قال: ومنها، يعني ذكر هذه الحقوق التي وردت بها الأدلة والآثار، قال: ومنها ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. فالحقيقة إن هذا الباب لو أن المسلمين امتثلوا لا صارت الحياة مثالية، لصارت الحياة بين المسلمين مثالية. ولذلك فيجتهد المسلم أن يحقق هذه الأحوال، وأن يجتهد في أن يكون من أهل كل هذه الأحوال. نسأل الله تعالى أن يصلح أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يصلح بين المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبه. قال: ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك، أي في الخصام والهجر. قال في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام. قال: فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة.
الذي بدأ يعني بالسلام، وكما جاء في الحديث الآخر وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال واعلم، يقول فائدة حول مسألة الهجر يعني، واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أي لا تجوز هجرة المسلم لأخيه المسلم إذا كان الاختلاف بسبب أمر دنيوي، لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أما حق الدين، يعني لو كان الخلاف في أمر يتعلق بالدين، قال فإن هجران أهل البدع وأهل الأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وأحيانا البعض نظرا لعدم فهمه لهذه المسألة يخلط، فتراه يقول أنتم تدعون إلى عدم الهجر بين المسلمين. طيب ما هو أحيانا بيبقى بعض الدعاء مثلا في هجر، نعم إذا كان صاحب بدعة، إذا كان صاحب هوى، مش شرط يكون بدعة كمان، لكن صاحب هوى ويمشي بهوى والعياذ بالله، حتى ولو كان على نفس المنهج الصحيح، لكن صاحب هوى أو صاحب معصية. نعم. ومنها قال أن يحسن، رجع تاني يتكلم على يعني أخلاق المسلم أو حقوق المسلم على المسلم. ومنها أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وألا يدخل وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن ثلاثا فإن لم يأذن انصرف. شوف الأداب الإسلامية مهمة قد إيه في تدخل في الحقوق الإسلامية. وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن انصرف. فلسه احنا كنا بننبه على بعض المعاني، ولسه كتير من الإخوة يعني بيقع في هذه الأخطاء حتى بعد هذه التنبيهات الأدبية العالية في الإسلام في مسألة الاستئذان. الاستئذان ألا يعني تدخل عليه لا بجسمك ولا بنظرك، ولا بنظرك تدخل عليه إلا بإذنه. ولذلك مثلا يعني تلاقي واحد يروح جاي فاتح الستارة كده ويقول لك أفلان مثلا، هو ما دخلش لكن دخل بنظره، هذا لا يجوز. لماذا؟ قد تقع عينك على ما تكره أو ما يكره، تكره أو ما يكره. ولذلك أنا أقف ونادي من وراء ستارة من وراء شباك، أنادي وأقول تأذن لي تأذن لي، إن لم يأذن فلا يجوز أشد لا بشباك ولا ستارة ولا أي حاجة خالص. نعم. قال ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كلا منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهية بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. فإذا عظيمة جدا، يقول أن يخالق الناس بخلق حسن، طيب وذلك أن يعامل كلا منهم بحسب طريقته، إنه خاطب الناس على قدر عقولهم، ده من حسن الخلق إن أنا أخاطب الناس على قدر ما يعون ويفهمون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. لذلك يقول فإنه متى لقي الجاهل بالعلم أذى وتأذى، متى لقي الجاهل بالعلم أذى وتأذى، يعني واحد جاهل خالص ما يقعد يقول له وقد ذكر العلماء في المسألة الفلانية ويقول له تحقيقات دقيقة جدا، هو الرجل ما هوش عارف حاجة أصلا، هتقعد تقول له كل الكلام ده كله هتؤذى وتؤذي، لأن هو هيفهم أن أنت طبعا بتخطأه وهو جاهل، هيجهل أكتر. ثم
بجهله ممكن يرد كل اللي انت بتعمله اللي بتقوله من الشرع. ولذلك تعامله بالقدر الذي يفهم من خلاله الأمر. قال: فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه، اللاهي بالفقه واحد لاهي أصلا وهو ما مش متفقه ولا حاجة خالص، يقوم يقعد يجيب له مسائل فقهية غويصة جدا، ما في الآخر خالص هيرد كل ده، لكن أنا أجمل له المسألة لأنه هو ده اللي يتناسب معه، الذي يتناسب معهم. ويستقال: والغبي بالبيان، يعني متى لقي الغبي بالبيان أذى وتأذى. الغبي يقعد يقول له كلام كبير قوي، ده هو أصلا ما هو شفاء، هو أصلا عقله يدوبك إيه في 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 حمق، في قدر معين هو ما يعرفش يطلع أكتر منه في الفهم، أنت تقعد تقول له بقى وقد قال الشاعر ومش عارف مثلا وذكر فلان في كتاب الأغاني للصنعاني كذا، يوم يقول لك الأغاني انتوا بتغنوا بقى في الكتب بتاعتكم اللي في الجوامع دي، ما كتاب الأغاني للصنعاني ده ايه قد كده الكتاب تقريبا، يعني مش عارف 50 مجلد تقريبا، هو طبعا تقول له الأغاني للصنعاني مثلا، أغاني شوف الشيوخ بيغنوا مثلا. ولذلك فكل إنسان يخاطب على القدر الذي يناسبه. نعم. ومنها أن يوقر، ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، يعني من حقوق المسلم على المسلم أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. توقير المشايخ هذا حق لهم على المسلمين، توقير العلماء، توقير الدعاة إلى الله هذا حق لهم على المسلمين. أحيانا بعض الحمقى أو الجهلة يتسبب في مفاسد كبيرة بسبب عدم فهمه لذلك، عدم فهمه لذلك، يعني أنتم معظمينه كده ليه مثلا، وده بيحصل كتير جدا. زي أخ بيحكي لي بيقول لي واحد من المشايخ الإخوة بيتهفتوا على أن يسلموا عليه، قام رد واحد من عامة الناس قال لهم هو نبي مالكم بتجروا وراه كده ليه؟ أبدا، ده حق له عليك وعلينا، حق له عليك وعلينا نحن نوقره ونجله، لكن من غير ماذا؟ من غير مغالاة، من غير مغالاة. نعم. قال: وأن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، أن يكون رفيق بالصبيان، وإلا البعض بيعتقد أنه النزول للصبيان الترفق بهم ده يقلل من قدره، لا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصغير ويلاعبه حتى يدخل عليه صاحب القلب الغليظ فيقول: عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم يوما، قال: وما ذنبي أن الله قد نزع من قلبك الرحمة، أو كلمة نحوه. انظر، فالبعض أحيانا يعتقد أنه رؤساء القبائل ممكن في العرب يعتقد أنه لو قاعد يلعب العيل كده قدام الناس يقولوا عليه شخصيته ضعيف مثلا، فهذا من رحمة الإنسان بغيره، لكن أيضا ينتبه إلى أن لكل مقام مقال، يعني مش في كل مقام ألاقي الطفل أروح عامل بقى، في فرق بين أنت مثلا في مجلس مثلا له طبيعة معينة، ويفرق أن أنت مجلس يسمح بذلك، وإلا ممكن لو مثلا يعني دخلنا عليك البيت هنلاقي مثلا إيه العيال مثلا اللي نايم فوق دماغك، والعيال اللي مش عارف نايم فوق، لكن في المسجد ما ينفعش ينام فوق دماغك مثلا، ما ينفعش في المسجد مثلا أن أنت تهزر معه قدام الناس ونحو ذلك، وهكذا. نعم. قال: وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، مع الخلق كافة طلق الوجه، الطلق السمح، سمح الوجه، وجهه سمح، بخلاف ما يظنه أيضا كثير من الناس أن العبوس ده هو اللي يعمل لك شخصية، شخص عبوس دهش على طول منقبض هو كده يبقى كده إيه كده راجل شخصية، أبدا والله، كان سيد الخلق أطلق الناس وجها صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم متبسما دائما صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. قال: وأن يفي لهم بالوعد
وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. الحقيقة كل عبارة فيها نصوص كثيرة جدا. أن يفي لهم بالوعد، أن يكون إنسان بيفي بوعوده، بخلاف بعض الناس نسأل الله العافية. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، هو بيتكلم وعارف أنه بيكذب، عارف أنه بيكذب ومش هيفي بوعد ولا حاجة. وهذا خلق المنافقين. ويصف الناس من وينصف الناس من نفسه، ينصف الناس من نفسه، وده خلق عظيم لكنه صعب علينا جدا، لكن من جاهد نفسه فيه فهو صاحب دين. وينصف نفسه من ينصف الناس من نفسه، لو هو مخطئ أو عليه خطيئة يقبل الحق من الناس، بل وربما قال لهم بالفعل قد رجعت عما قلت أو عما فعلت، قد أخطأت، كان لكم الحق في الأمر الفلاني ونحو ذلك. نعم. ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا خلق عالي جدا، إنه الواحد فينا فعلا لو قعد يعمل المقياس ده حاجة رائعة في حياة المسلمين. يجي يعمل حاجة كده في حق حد يقول يا أنا أحب حد يعملها معي. تخيل أنت لو أننا صرنا على هذه الأخلاق لتغيرت الدنيا. يعني لو أنا مثلا جيت حتى أتكلم في أخ بشيء فيه شيء من الخطأ أو الباطل، ألاقي نفسي أقول طب لو حد يتكلم عليا زي كده هروح ساكت على طول. بالفعل هذه أخلاق عالية، نسأل الله تعالى أن يصلح أخلاقنا وأخلاقهم. قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات، وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك، يعني فيهن جماع الأمر لك يا آدم ولولدك ذريتك. يعني قال: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق. قال: فأما التي لي، كلمة لي لله، قال: فتعبدني لا تشرك بي شيئا. وأما التي لك لآدم فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، لك يعني ولذريتك، فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. يعني أنا أعطيك الجزاء على العمل في وقت أنت أفقر ما تكون إليه. وده من أعظم يعني الشعور عند الإنسان، يكون في حاجة شديدة لشيء فيجده قد جاء وجاء بزيادة. نعم. وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة. وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. قال: ومنها، يعني من حقوق المسلم على المسلم، زيادة توقير ذوي الهيئات، زيادة توقير ذوي الهيئات. ده من حق المسلم على المسلم. من يومين كنا بنتكلم احنا على مسألة الأمير أو الوزير أو نحو ذلك أو الكبير، انه يعامل معاملة غير معاملة الناس. فبعض اخواننا بيقول لي: ازاي يعني؟ ليه يعني؟ وهو ونحو ذلك، هو بيعتقد ان ده من العدل، ان الامير زيه زي الغفير، ده يتعامل زي ده. لا، من حق الامير علينا ان نعامله معاملة اعظم من معاملتنا لبعضنا البعض. توقير ذوي الهيئات بزيادة، ده من الدين. وانتبه إلى حاجة بعض إخواننا برضو يلتبس عليه، يقول لك: أنتوا بتقولوا توقير الأمير، يعني وقر فلان ويروح ذكر لك واحد من الجماعة الفاسدين بقى دلوقتي. أنت اللي انصرف لي ذهنك ده، أنا ماليش دعوة بيه. ينفع لما أنا أقول لك مثلا الصلاة فيها خشوع وكذا وبكلمك عن الصلاة تقول لي: طب ما الشيعة بيصلوا صلاة بيعملوا كذا وكذا، ده ينفع الرد ده؟ ولا انا اصلا بتكلم على الصلاه اللي هي الايه؟ اصل الصلاه واحد حرفها عملها سواء. احنا بنتكلم لما نتكلم عن الصلاه يبقى قصدنا الصلاه الايه؟ التي شرعها الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الحال لما نقول توقير الامراء مثلا وذوي الهيئات، يبقى المقصود بهم مين؟
الأمراء الذين رضي الله عز وجل أن يكونوا أمراء على المسلمين. يعني ممكن يبقى الأمير في ظلم، ممكن يبقى في ظلم لكن ما فيهوش كفر، هو ده المهم. ممكن يبقى في ظلم ويلزمك أنك توقره، لأن عدم توقير الأمير تضييع للأمة، لأن الأمة لو ما وقرتش الأمير إيه اللي هيحصل؟ هيجترئ عليه الكل. وهو ده اللي بيعمل إيه؟ هو ده السلسلة اللي جمع كل المسلمين. فأمير المسلمين أو يعني القائم على المسلمين بأمر الله حتى ولو عنده جور في بعض الجوانب، يجب على المسلمين أن يعرفوا ذلك. ولذلك فرق بين الكلام عن أمراء الكفر، ودول مش أمراء أصلا، ما ينفعش يتسموا أصلا أمراء. فرق بين حكام الكفر وبين أمراء الإيش؟ الإسلام، سواء كانوا أمراء عدول أو أمراء حتى فيهم ظلم. نعم. قال: ومنها إصلاح ذات البين وستر عورات المسلمين. وستر عورات المسلمين، إصلاح ذات البين يعني الخصومات التي بين المسلمين، تسعى في رأب هذه التصدعات وكذا بالحق أيضا. أين؟ قال: واعلم أن من تأمل ستر الله على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحل، وهذا لا يتفق. هذا لا يتفق يعني إيه؟ ما بيجيش، ما بيحصلش. ده شيء أشبه بأن يكون مستحيل، أن تلاقي أربع شهود يجتمعوا على إثبات زنا، أشبه بالمستحيل. لأنه سبحان الله، علشان الأربعة يروا مشهد الزنا محقق صعب، على الأقل من جهة، أقل حاجة حتى لو حضروا الأربعة، على الأقل من جهة الرؤية، زاوية الرؤية، زاوية الرؤية. سبحان الله، أنتوا واخدين بال حضراتكم إيه المقصود من ضربه للمثال ده؟ بيقول: وأنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه. انظر لطف الله سبحانه وتعالى على العصاة في الدنيا، حتى يجعل جريمة الزنا لأجل إثباتها أشبه بالناشئ مستحيل. انظر لطفه بالزنا، فكيف بعموم المسلمين؟ هو ده اللي يقصده الإمام، ستر عورات المسلمين. طب إذا كانوا الزنا مسألة ستر عورتهم مسألة تفهم من أحكام الشرع، إن هم ممكن اثنين ولا ثلاثة يشوشروا الموضوع لكن مش هيعرفوا يثبتوا جريمة الزنا، لأجل أن يبقى في المسلمين الستر، أو ممكن يحصل التلاعن ونحو ذلك بقى والكلام ده. نعم. قال: ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. أن يتقي مواضع التهم، إن المسلم يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، إنه ما يحطش نفسه في مواضع تهم وشبه. يعني مثلا لو أنا رأيت مثلا أحد الإخوة الملتحين دلوقتي مثلا ماشي على البحر كده، على الرملة كده في وسط الزحام بتاع البحر ده، هيقول لي ده أنا كنت بدور على حاجة وقع مني مثلا هناك، ولا هسيب الظن ساعتها؟ هسيب الظن. ولذلك يتقي الإنسان مواطن سوء الظن، مع أنه ممكن يكون الموطن ده مش هو رايح يعمل السوء ده، لكن أوقع نفسه فيه. زي اللي مثلا يعني ماشي مثلا أو ماشية مع واحدة، والعياذ بالله تلاقي، وده منظر متكرر، واحدة منتقبة وماشية جنب واحدة لابسة ستريتش وحط ايدها في ايدها وماشيين جنب بعض الاثنين، هذه مواطن ظن سوء. هو مين فيكم اللي عدل؟ انت موافقه عليها ولا هي اللي موافقه عليكي؟ موطن ظن سوء فعلا. ولذلك لا ينبغي للمسلمه ان تفعل ذلك، ما امشيش معاها، تقول لك دي اختي بس انا ربنا يهديها ادعوا لها، ماشي على راسنا من فوق اختك، لكن ما تمشيش معاها في الشارع،
لا يجوز لك أن تكوني على هذا الحال وأنت بجوارها على هذا النحو. ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حوائجهم. ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين، إنه تسعى في قضاء حوائج إخواني وتشفع لهم. البعض أحيانا يقول لك خليك في حالك، ملناش دعوة ونحو ذلك، وبعدين أنا كويس، أنا بصلي الحمد لله وأخذ بعضي وأروح، ماليش دعوة بحاجة، أنا لا أشفع لفلان ولا علان. امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة. ما هو مش ده مثاله؟ ده مثال عمي عندنا في بلادنا يقطع الشفاعة. إيه المانع أنك تمشي في الجنازة وتمشي فين؟ في الجوازة، إيه المانع؟ فهذا مثال باطل. اشفعوا تؤجروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، اشفعوا تؤجروا. يعني على سبيل المثال أخ مثلا صالح وطيب كده وأخ فقير مثلا، وفي نفس الوقت أنا أعرف أخ تاني مثلا عنده بنته مثلا وبنته كويسة ولا حاجة، طب ما أدل ده على ده؟ مأجور ولا ما ولا مأزور؟ مأجور بإذن الله. لا ده هيجوا يتعاركوا يا عم بعد كده، تقول له الله يخرب بيت اللي عرفنا بيك. طب أنت مأجور في كل الأحوال، أنت لك أجر، حتى لو يوفق الناس مع بعضهم أنت أجرت، لأن النية في الأصل كانت عندك ماذا؟ خير للمسلمين، خير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جليبيبا إلى أهل المرأة يقول زوجوه، وجليبيب بقى طبعا رضي الله عنه كان بالنسبة للناس مش عريس ولا لقطة ولا أي حاجة خالص، فقير معدم دميم رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أمشي في الجوازة دي، وبعدين بعد كده البت تقعد تدعي عليا طول الليل ما تقول جوزني واحد مثلا دميم، ولا أهلها يقولوا الله مش عارف إيه ده جاب لنا واحد مسنكح مش لاقي هياكل ونحو ذلك. اشفعوا تؤجروا. ولذلك يقول أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين، فافعل ولا تندم على شيء تفعله من الخير. استغفر الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الأجر يعني الثواب. أحد الإخوة مرة كنا أخ كده بيكلم أخ بيؤجر منه شق، فبعدين وبيكلمه كده، فأنا سمعتهم فقلت له اعمل له كذا وسوي له، شفعت يعني عند الأخ، فمشكورا الأخ الآخر قبل شفاعتي وخفض للأخ. فبعد ما انتهى فجاء أخ آخر يعاتبني يقول ليش أنت مالك ومال الحاجات دي، دخلش نفسك في المواضيع دي، انظر هذا مفهوم خاطئ، هو معتقد ان دي تنزل من مكانة الايه الشيخ. اشفعوا تؤجروا، ده هذا عمل خير بين المسلمين وبعضهم البعض، فلا تستنكف عن فعله. ولذلك سائر وجوه الشفاعات ما قدرت على ذلك فافعل. قال ويسعى في قضاء حوائجهم، حوائج إخوانه المسلمين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. انظر هذا فضل بيفوت على كثير منا. على سبيل المثال أخ مثلا يعني رايح يشيل العفش بتاعه، فجي قال للإخوة أخوانا أنا عايزكم تشاركوني في أن أنا هجيب العفش بتاعي. هو الراجل بيتكلم لأنه هيروح يجيب العفش يجيب ناس يطلعوه ولا يعملوه هياخدوا 500 جنيه، فالراجل معهوش وغالب الشباب يعني ما، فقال لإخوانه كلهم، قال لي اللي جيب من إخواني كم واحد؟ 2 أو تقريبا أو 3. فأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا؟ وممكن بقى تجد اللي ما راحوش دول كلهم يقول لأصل أنا كان عندي ورد كنت بخلصه، أنا كان عندي مثلا مسألة الفلانية لازم أكون موجود في، هذا أعظم من المسألة دي، هذا أعظم من الورد، أنك تسعى في حاجة أخيك. نعم. ومنها أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه، ومنها أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه.
انه قبل ما عارفين المثل العام ده اللي هو فيه صحة طبعا اللي هو فيه مزاح يعني كده بين الناس يقولوا لولا سلامك مش عارف ايه سبق كلامك، فعلا لازم الانسان يبدأ السلام قبل ليش الكلام، يبدأ السلام قبل الكلام. نعم. قال أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه. ومن السنة المصافحة، ومن السنة اللي هي الايه المصافحة. فقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يلتقيان فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وأن لا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. حديث حسن. إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما، إنه لما كل واحد فيهم هيسلم على الثاني السلام عليكم كيف حالك غفر الله لنا لك مثلا الله يصلح لك الحال الله يكرمك، العبارات اللي بتطلع أحيانا وانت بتسلم. قال إلا حضر الله دعاءهما وأن لا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. يعني كل ما واحد يسلم على واحد من إخوانه والسلام عليكم يمشي بعد كده تغفر الذنوب الصغائر، تغفر صغائر الذنوب، سبحان الله العظيم. وإحنا ممكن كتير مننا يستنكف عن مسألة برضو ليه المصافحة. نعم. قال وفي حديث آخر إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا. الحديث من كان في سنده ضعف لكنه في فضائل العمل. قال لأبشهما وأحسنهما خلقا. أبشهم يعني اللي بيسلم بطريقة أحسن من التاني، على خلاف أحوال كثير من المسلمين يمر بأخوه المسلم يقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقول له عليكم مثلا، أو مثلا درجة أدنى شوية برضو يقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقول له عليكم السلام. هذا قد خالف الأمر الإلهي، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ده واجب شرعا. أحيانا البعض يرد نفس الألفاظ لكن لا يحيي أيضا بأحسن منها، مثل من يقول له السلام عليكم يقول له عليكم السلام وهو إيه يعني مكشر كده، هذا ما رد بأحسن منها، هذا يؤاخذ عند الله يوم القيامة. الصحيح أن يرد بأحسن من التحية، بحيث لو قال مثلا له أخوه السلام عليكم ورحمة الله يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل دي حلوة، يعني تفضل دي من باب الإيه أحسن منها، بحيث أنه يظهر له الحفاوة، هذا خلق المسلم. أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك فلان ونحو ذلك. البعض بيعتقد أنه لو رد كده بيقلل من قدره، وهذا من والعياذ بالله الحمق والغباء، نسأل الله العفو والعافية. يقول ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة، ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ده المعظم في الدين. طيب يعني المعظم في الدين الشيوخ؟ لا، مش مطلق الشيوخ في الحقيقة، يعني قل في هذا الزمان مع فضل الأكابر والعلماء حفظهم الله تعالى، قل في هذا الزمان من يعني نقبل عليه بمثل ذلك، نقبل عليه بمثل ذلك. ولذلك مسألة تقبيل الأيدي وإن كانت جائزة لأهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير والصلاح، يعني مش شرط يكون كمان العلماء، لا لو إنسان صالح، لكن في الحقيقة ننصح بتجنبها مع الصالحين وأهل الفضل وأهل الخير. لماذا؟ لأن البعض أحيانا يستعملها بطريقة فيها نوع من المغالاة، فيعين الشيطان على الإنسان الآخر. ولذلك وإن كانت جائزة كما ذكرنا مع أهل الفضل والخير والصلاح، إلا أننا ننصح بتركها. نعم. قال ولا بأس بالمعانقة، لا بأس بالمعانقة. المعانقة هو بيقول في الحقيقة، بس هو ما كملش الكلام، المعانقة اللي هي إيش؟ اللي هو يعني
يلتقيان ويتعانقان، يعني العنق يجي على فين؟ على العنق، العنق يجي على العنق، اللي احنا كل الاخوه بيعملوها على طول على العمال على البطال، كل ما الاخوه يشوفوا بعض يروحوا ايه تعانق. على فكره دي مخالفه للسنه، التعانق الدائم ده مخالف للسنه. نعم. واما الاخذ بالركاب لتوقير العلماء يقول فقد فعل ذلك ابن عباس. طيب احنا قبل ما نخلص حكايه العنق دي ولا باس بالمعانقه، لا، المعانقه لا تكون الا في احوال معينه، كقدوم مسافر او غياب انسان، انسان بقاله ياما، لا ما اعرفش شفاء مريض دي، لكن غياب انسان يعني انسان غايب بقاله مده ما شفتوش، مش شرط يكون مسافر بس بقالي مده ما شفتوش، ممكن المعانقة. مسافر قادم ممكن المعانقة، أما غير ذلك فليس من السنة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. بعض الناس لما يجي يسلم يوم يعمل إيه؟ ينحني. لا، هذا لا يجوز. وطبعا دعكم من العك اللي بيعملوه في فيما يسمى عندهم بالإتيكيت والبروتوكولات هذا حرام. نعم. قال أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. أو أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. إحنا فتحناها إيه بقى؟ مبوسة. وتلاقي الخطيب بتاع العيد بالذات ده بيتبهدل، ليه؟ لأن كل المصلى عايز يسلم على الخطيب بتاع العيد، وكله عايز يعمل ايه بقى؟ يعانق. انت عانقت مره وخلاص وطلعت، لكن هو 500 واحد مثلا، تخيل انت. ولذلك هذه من المسائل المخالفه للسنه ابتداء. نعم. قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال افياخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. ياخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما. الأخذ بالركاب لتوقير العلماء، أخذ بالركاب يعني أنه يحضر البتاع اللي بيطلع عليها العالم، اللي بيطلع عليها الراكب، يعني الراكب في الراكب لما يجي يركب الدابة في حاجة بيحط رجله عليها علشان يطلع فوق يركب، وبعدين بعد كده زمام الدابة نفسه كمان. فمن توقير العلماء أن تفعل ذلك، إنك تروح تقرب له الركاب بتاع الدابة علشان يحط رجله فيه ويطلع كمان، وإنك تأخذ بزمامها، تأخذ بزمامها. وإلا فابن عباس رضي الله عنه كان يفعل ذلك بزيد بن ثابت، فكان يقول خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. أخلاق عالية جدا. وإلا يعني أعيد مرة أخرى وأقول أن هذه الأخلاق عندنا إما غلو وإما تفريط، زي ما قلنا كده بعض الإخوة ممكن يشوف المشايخ يقوم يقعد يقبل في إيده ومش عارف إيه ونحو ذلك وينحني، وهذا لا يجوز إلا يعني في أحوال ضيقة، مسألة تقبيل الإيد. والبعض الآخر يعتقد انه لو شال الشنطه بتاعت الشيخ اللي فيها كتبه، لا انا اشيل له شنطته، الشيطان بيقول له كده، يقول له عليك انت بتنافق الشيخ. هذا من الدين انك تشيل كتبه وتشيل شنطته، انك لو لقيته حتى في اي موقف تعينه عليه في اي صوره من الصور، هذا من الدين، لان توقير العالم من توقير الله سبحانه وتعالى. ان من اجلال الله اجلالي ذي الشيبة المسلم وإجلال صاحب القرآن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم. قال ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره، ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه
لحديث عائشة رضي الله عنها، ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر، ابتلي مش زي الشيعة، الشيعة عندهم التقية دي مطلقا، إنما متى يتقي الإنسان الناس بما ليس هو حقيقة في ظاهر حاله، إذا ابتلي بهم بشر، إنه ده لو أنا واجهته بالشر بتاعه هيبقى الشر أفظع وأكبر. دليله حديث عائشة رضي الله عنها، الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام وبسط له الرداء، فقالت يا رسول الله لما استأذن كذا وذكرت ذلك، فقال إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس لشره. بنسد الباب بتاعه عشان ما عملناش شر وقرف ومشاكل. نعم. قال وقال محمد ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد معاشرته، من لا يجد من معاشرته بدا. ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، يعني هو خلاص اتفرض عليك غصب عنك في أي صورة بقى من الصور، ممكن يكون معاك في مثلا جار في منزل، ممكن يكون زميل في عمل وظيفة، يعني قاعد معاك في المكتب مثلا وهو شر، هتفضل انت بقى كل يوم تقول له يا شر يا اللي فيك وعليك، حياتك هتبقى كرب. فأحسن ما ينبغي انك تتعامل معه بالتورية وخلق المواراة، خلاص هو مش عايز يستقيم ولا ينصلح، خلاص ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة والسلام عليكم وانتين على كده، بحيث انك لا تجر على نفسك شرا اكبر. يقول لك ما هو انا بخش المكتب الصبح اسلم عليه، هو لو جه بعدية وانا داخل المكتب بقاعد يخش ما يسلمش عليه، سلم انت، سلم عشان انت تعمل ايه؟ عشان تتقي شره، ولما تجد مواقف هو هيستغلها في شر اقفلها على طول، اقفل هذه المواقف. اي نعم. ومنها ان يجتنب مخالطة الاغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن الى الايتام، يعني لو كان المسلم فقيرا يجتنب مخالطة الاغنياء، يعني كثرة المخالطة، يقصد كثرة المخالطة. لماذا؟ لان هذا قد يؤثر في نفسه كثيرا، يفضل بقى بيخالطهم ويشوف أحوالهم وعندهم وعندهم وعندهم، فربما يعني الشيطان أفسد عليه حاله. ويخالط ويختلط بالمساكين، كل ما يختلط الإنسان بالمساكين هذا يعني في الحقيقة يعني معنى معنوي تربوي عالي جدا. زمان كان الإخوة يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، كانوا الإخوة يعملون زمان زيارات لدور الأيتام ودور المسنين، دور الأيتام ودور المسنين، والله إحنا ده باب المفروض دلوقتي نفتحه تاني. زمان منعونا أمن الدولة، منعونا حسبنا الله ونعم الوكيل إن إحنا نروح دور المسنين ونروح دور الأيتام، وكان الإخوة بيعملوا إيه؟ والمستشفيات، كنا بنروح مستشفيات، مستشفى الميري، مستشفى مش عارف إيه، مستشفيات دي، فتدخل المستشفى قلبك يرق، تلاقي المرضى نايمين، اللي مش قادر يقوم من السرير، واللي مش قادر يتحرك، واللي جسمه متكسر، واللي فتعرف فضل الله عليك وتدعوهم الى الله كذلك. تخش دار الايتام تلاقي اطفال ما شاء الله ما لهمش حد يعولهم، تقول الحمد لله ده انا في نعمه. تخش دار المسنين تلاقي اللي رامينه عياله، واللي ما لهش اهل يسالوا عليه، واللي ونحو ذلك. ولذلك مخالطة المساكين والضعفاء ترقق قلب الإنسان. نعم. وكانوا الإخوة زمان يقولون اللي عايز اللي وجد في قلبه قسوة يعني وغلظة، يعني يروح مستشفى، يعني المستشفى يعني خصوصا الميري بالذات، ويدخل يعني قسم الحروق، يدخل قسم الحروق هيجد مشاهد هتعكر عليه عيشته وهتخليه يلم نفسه فعلا،
مش هتشوف غير شاش بس، مش هتشوف غير شاش، هتلاقي إنسان ممكن نايم على سرير شاش كله محروق، واللي نصه محروق واللي ربعه محروق واللي مش عارف كذا. قال ومن آدابي، قال ومنها عيادة مرضاهم، مرضاهم ومنها عيادة مرضاهم، يعني عيادة مرضى المسلمين، من حق المسلم على المسلم عيادة مرضى المسلمين، يروح يزور المرضى. نعم، وفيها أجر طبعا كبير جدا، النصوص فيها أجر كبير جدا. نعم، قال ومن آداب العائد، من آداب العائد يعني اللي هو بيزور المريض، قال أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو، ويخفف الجلوس، ويظهر الرقة، ويدعو له بالعافية، ويغض البصر عن عورات المكان. يا سلام، شوفوا الآداب العظيمة دي اللي كثير مننا بيغفل عنها. لما يدخل على المريض، أن يضع يده على المريض، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض يحط يده كده عليه، نوع من المواساة، كأنه بيقول له أنا مشاركك والله في الألم اللي انت فيه. ثم يدعو له صلى الله عليه وسلم رقية. وإحنا أكثرنا بيغفل عن ذلك، لما يخش يزور مريض يغفل عن مسألة الرقية. ولذلك كان يسلم إذا دخل على المريض وضع يده عليه ويقول لا بأس، طهور إن شاء الله. وكان يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية. قال أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو، إزاي الحال، أنت عامل إيه، وإزاي صحتك. يقول لك ما هو كلنا بنعمل كده. لا والله، في ناس ما بيعملش كده. والله رأيت مشهدا غفر الله لنا وله، أحدهم دخل على أمه المريضة بعد زمان طويل من المحايلة لأجل أن يأتي لزيارتها، فلما دخل عليها قال ما أنت كويسة، انظر. وكانوا قد قالوا له إنها اقتربت من الموت، فأنت كويسة، نسأل الله العفو والعافية. قال ويسأله كيف هو، ويخفف الجلوس، يعني عند المريض الزيارة ما تطولش، لأن المريض قد يكون بيتشكى من مسألة طول الزيارة ويتألم. ويظهر الرقة، يظهر الرقة يعني يظهر معاني الرقة للمريض والشفقة عليه، مش أنه يبقى قاعد في غلظة في العبارات وفي الكلام، أو يتكلم بكلام غير مناسب. قال ويدعو له بالعافية، يدعو له بالعافية، رقية، يدعو له بكل دعاء إنه ربنا يعافيه ويشفيه، حتى لو هو إنسان حتى مقبل على الموت يدعو له بالخير ويدعو له بالعافية. وإلا يعني بعضهم كما سمعتوها من الشيخ كشك رحمة الله عليه، دخل على مريض، فلما دخل عليه قال له ياه ده انت تعبان قوي، ده ابويا كان عنده المرض ده ومات بيه، فانظر ده خلاص انت موتته خلاص. لكن ينبغي ان يدخل على المريض يعني يقول له الكلام الطيب، ويعني يكلمه كلام يجعله يحسن الظن بالله ونحو ذلك. نعم، ويغض البصر عن عورات المكان. وانت قاعد بتزور المريض غض البصر عن عورات المكان، لانه المريض ممكن تلاقي في بول مش عارف مثلا واقع، ممكن تلاقي فيه دم نازل، ممكن تلاقي مش عارف هو ريحته مثلا كده فيها مثلا حاجة، غض الطرف واعمل نفسك كأنك ما أخذت بالك أصلا، حتى لا يتحرج للمريض ولا أهل المريض. نعم، قال ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إن المريض من أدب المريض أنه يعمل كده، هو يرقي نفسه ويدعي نفسه ويفرح ب يعني دعوة الغير له، دعوة يعني من عاده له. وإلا يعني أحيانا البعض يبقى غليظ، لو قال له إنسان مثلا يعني أكثر من توحيد الله كده وقول لا إله إلا الله
تبشر عليها بالموت مثلا، وإلا مثل الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهور، فقال طهور بل حمى طفور على شيخ كبير تأخذه القبور. طب خلاص أنت ما انتش عاجبك طهور، روح بقى أنت على القبور. فانظر نعم الأم المرض، نعم المرض يحذر، يعني أجد من المرض وأحذر من زيادة المرض. نعم. وجملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والتدجر والفزع إلى الدعاء، الفزع إلى الدعاء، شوف التعبير، والفزع إلى الدعاء، أنت في حال تكثر فيها الدعاء، والتوكل على الله سبحانه. قال ومنها، يعني من حقوق المسلم على المسلم، أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم، والمقصود من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار. يعني إن المقصود من التشييع مش مجرد إن شيء صوري، لا ده حق للمسلمين. نعم. قال قال الأعمش كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. لا إله إلا الله، شوف التعبير هذا، يقول كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. مشاركة، مشاركة معنوية عالية جدا، الكل مشارك لصاحب الجنازة والميت ولأهل الميت يعني في حزنهم، بخلاف حال كثير منا الآن، تجد الجنازة ماشية وكل اتنين واخدين بعضهم في ايد بعض وبيحكوا قصة في الجنازة، فين المشاركة، فين الاعتبار؟ اي نعم. قال والمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب، الاعتبار يعني أخذ العبرة. ومن آداب تشيع الجنائز المشي ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في الموت والاستعداد له. بعض الإخوة يلاقي بعض الشيوخ ماشي في جنازة يجيب له ورقة يقول له شيخ شوية أسئلة بس لو تسمح في الجنازة. طيب هو ده وقت أصلا المسألة دي؟ قال أما حقوق الجار، طيب احنا نقف على هذا القدر لأن شايف الأسئلة، فنرجع الكلام عن الجار والأقارب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.